بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا شباب؟ رب تكونوا بخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت السميع العليم. اهلا بكم. ان شاء الله نكون مع بعض في موديول الهيماتولوجي. باذن الله يعني تستفيدوا وان شاء الله نبسط المعلومه بقدر الامكان. والموضوع يعني لذيذ يعني ان شاء الله الشابتر الموديول ده سهل باذن الله. وان شاء الله يعني ايه نحاول نبسط المعلومه، نقول كل يعني كل ما حول المعلومه ان شاء الله تطلعوا حافظينها وكمان فاهمينها باذن الله. تمام، فتعالوا نبدا مع بعض. احنا طبعا الموديول يا شباب او فكره الموديول طبعا يمكن انتوا عندكم فكره عنها، احنا بناخد كذا ايه كذا برانش يعني كذا ماده. تمام، يعني مثلا في الهيماتولوجي هتلاقينا النهارده بناخد هيستولوجي، تمام كده، وبعد كده ممكن تلاقي نفسك بتدرس بايو، وبعد كده ممكن تلاقي نفسك بتدرس فارما، ممكن تلاقي نفسك بتدرس باصو، تمام، وهكذا. تمام، فوزن الموديول هو موضوع معين وبندرس كله، بندرس الموضوع ده من جميع البرانشات، تمام كده، او من وجهه نظر جميع البرانشات. يعني مثلا في الهيما هتلاقي عندنا مثلا المواد الاساسيه مثلا هتدرسها في الهيما، هتدرس مثلا الهيستولوجي بتاع الهيماتول بتاع البلاد، هتدرس حاجات ليها علاقه بالبايو بتاع البلاد، في برضه فارما، في باصو. تمام، يعني دي مثلا من اهم المواد يعني اللي هتدرسها باذن الله. تمام، طيب تعالوا نبدا مع بعض النهارده. موضوعنا ان شاء الله بما طبقا للتايم لاين يعني ان شاء الله احنا موضوعنا النهارده هيستولوجي البلاد. تمام، طيب احنا عايزين نعرف الاول يعني ايه اصلا بلاد، يعني ايه البلاد ده؟ تمام كده، البلاد ده يا شباب والله ببساطه شديده ده عباره عن نسيج زي اي نسيج في الجسم. ايه ده؟ طب ده دكتور نسيج؟ ايوه، مش هو بيتكون من خلايا؟ ايوه، يبقى كلام منطقي، هو فعلا عباره عن نسيج، بس مش شبه الصوره التقليديه المعتاده للنسيج اللي هي في دماغك. فعشان كده بنقول على ان البلاد ان هو عباره عن سبيشال تايب من الكونكتيف تيشو. تمام كده، يبقى اذا هو عباره تاني عباره عن ايه؟ عباره عن كونكتيف تيشو، بس نوع مميز قوي من الكونكتيف تيشو. تمام، طيب البلاد هو كلنا عارفين الدم طبعا هو سائل. تمام كده، طيب بس سائل هل شبه الميه؟ لا مش شبه الميه، بس زي العسل؟ لا برضه مش زي العسل، هو عنده درجه من اللزوجه، ما هو زي الميه ومش زي العسل. تمام، يعني هو درجه اللزوجه بتاعته ما بين كده وما بين كده، هو فيسكوس فلويد، بس انا معرفك يعني ان هو مش لزج لدرجه زي ان هو يبقى زي العسل، لان هو لو زي العسل طبعا مش هيعرف يمشي جوه الاوعيه الدمويه، بس هو عنده درجه من اللزوجه. يبقى تاني هو عباره عن فيسكوس فلويد بيمثل سبيشال تايب من كونكتيف تيشو. تمام، طب الاوريجين بتاعه ايه، او هو اصلا كان ايه لما انت كنت جنين؟ قال لك هو جاي من الميزنكاي، او هو بيعتبر ميزنكايمال ان اوريجين. تمام كده، جاي من الميزوديرم يعني. طيب بيتكون من ايه البلاد؟ قال لك البلاد عباره عن حاجتين كبار جدا، الحاجتين الكبار دول حاجه اسمها البلازما، البلاد سيل اللي هي كرات الدم، الكرات الدم يعني سواء باختلاف انواعها سواء حمراء او بيضاء. تمام، وكرات الدم الحمراء، كرات الدم دي يا شباب هل بتبقى ماشيه كده جوه الاوعيه الدمويه على رجليها؟ قال لك لا، ده بتبقى عايمه جوه سائل اسمه البلازما. يبقى اذا البلاد يا شباب عباره عن ايه؟ عباره عن سيلز خلايا وعباره عن بلازما. تمام كده؟ تمام، طيب بس خد بالك كلمه سسبندد دي مهمه، يعني هو عباره عن بلاد سيل سسبندد في البلازما. ليه؟ يعني لازم تكون فاهم ان كلمه سسبندد معناها ان الار بي سي، البلاد سيل ده على سبيل المثال زي الار بي سيز كده بتبقى عايمه في البلازما، ماشيه مع البلازما، انما مش دايبه جواها، لان ما ينفعش تقول كلمه دايبه كده. تمام، تمام، يبقى كلمه سسبندد يا شباب معناها انها متعلقه جوه البلازما، ماشيه مع البلازما، بتعوم في البلازما، انما مش دايبه فيها. تمام كده، طيب بعد كده تعالى نتكلم دلوقتي عن حاجه مهمه جدا قبل ما نعرف المكونات بتاعه البلاد. احنا خدنا الاثنين كاتيجوري الكبار، هم اتفقنا ان في عندك بلاد سيل وفي عندك ايه بلازما. تمام، طيب انا دلوقتي والله انا لما باخد مثلا نقطه دم من واحد وبعمل بيها ايه، بحط نقطه الدم دي يا شباب على شريحه. تمام، ازاي؟ تعالى بص الصوره اللي قدامنا دي. تمام، بص شايف ده يا شباب ايه ده؟ قال لك والله دي اسمها بلاد فيلم، بلاد فيلم اسمها ايه؟ بلاد فيلم. شايفين الصوره اللي قدامنا دي؟ تعالى ثانيه اهو، بص يا سيدي، قال لك والله ده عباره عن ايه؟ شريحه ازاز، شريحه ازاز زي اللي قدامنا كده، دي اسمها ايه؟ مايكروسكوبيك سلايد، سلايد او شريحه. تمام، وجبت نقطه دم حطيتها على الشريحه دي. طبعا نقطه الدم دي يا شباب بجيب شريحه ثانيه بتكنيك معين كده واروح فاردها. تمام كده، فيقوم يطلع لنا الطبقه الرفيعه من الدم دي. يبقى اذا دي عباره عن ايه؟ ثين لاير من البلاد، طبقه رفيعه من الدم قدامنا اهي على مايكروسكوبيك سلايد. تمام كده، طب الطبقه الرفيعه من الدم على مايكروسكوبيك سلايد دي اسمها ايه؟ قال لك اسمها بلاد فيلم او بريفرال بلاد سمير. اسمها ايه؟ بلاد فيلم او بريفرال بلاد سمير. تمام كده، تمام. طبعا باخد الشريحه دي يا شباب بحطها تحت الميكروسكوب، يقوم يطلع لنا الصوره اللي قدامنا دي. طبعا الصوره اللي قدامنا دي اسمها البلاد فيلم اهي. تمام كده، تمام. طب الصوره اللي قدامنا دي بتبين ايه؟ قال لك بتبين مكونات الدم اللي اهمها طبعا البلاد سيل زي ما باين قدامنا، واكثرها واشهرها على الاطلاق واللي موجود بنسبه 44% هي مين؟ الار بي سي. شايفين ده كل ده؟ كل دي خلايا ار بي سي. تمام كده، تمام. وكمان هتلاقي في خلايا تانية يا شباب، اللي هي الخلايا دي، الخلايا دي عباره عن ايه؟ اهي دي خلايا الدم البيضاء اللي هي الدبليو بي سي. تمام كده، تمام. الصوره اللي قدامنا دي، دي ودي ودي، طبعا هم مختلفين الانواع او ليه انواع، يعني مثلا دي نيوتروفيل، دي بيزوفيل، دي مثلا ايزينوفيل. تمام كده،
ففي انواع مختلفه يعني من الخلايا، تمام؟ بس ده معنى كلمه بلاد فيلم. طيب حلو قوي، تعالى نرجع تاني للكتاب بتاعنا. يبقى اذا انا والله عندي مصطلح اسمه ايه؟ اسمه البلاد فيلم او اسمه البريفرال بلاد سمير. ده عباره عن ايه؟ هي عباره عن طبقه رفيعه من البلاد بحطها على مايكروسكوبك سلايد، بعد كده بسبخها باستخدام صبغات معينه واروح اعمل لها ايه يا شباب؟ اعمل لها اكزامينيشن تحت الميكروسكوب. طب انا دلوقتي انا هعمل لها اكزامينيشن بمين؟ باللايت مايكروسكوب عادي جدا. طب باللايت مايكروسكوب يبقى انت محتاج صبغات، وفعلا احنا قلنا من شويه ان احنا هنسبخها. طب ايه الصبغات المشهوره اللي بنسبغ بها الدم يا شباب؟ قال لك صبغتين تحفظهم زي اسمك، واحده اسمها الجيمساستين وواحده اسمها الليشمانستين، تمام؟ طب قال لك الليشمانستين دي مهمه قوي، ليه بقى؟ لان الليشمانستين شفت الصوره اللي انا وريتها لكم من شويه دي؟ الصوره دي يا شباب مسبوغه بالليشمانستين. طب الليشمانستين دي عباره عن ايه؟ قال لك هي عباره عن خليط من صبغتين مع بعض، يعني الليشمانستين دي عشان اعملها بجيب صبغتين اخلطهم مع بعض يطلع لنا الليشمانستين. طب قال لك الخليط ده ايه الصبغتين دول؟ قال لك واحده بتبقى اسيدك واحده بتبقى بيزك، يعني واحده حامضيه واحده قاعديه. مين الحامضيه؟ قال لك الايوسين، ومين القاعديه؟ الميثيلين بلو. اخد الايوسين مع الميثيلين بلو، تمام كده، احطهم على بعض يطلع لنا امين الليشمانستين، تمام كده يا شباب. تمام، طيب ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه ازاي نعمل بلاد فيلم او ازاي نبص على مكونات الدم. طب نرجع بقى نتكلم على النسب بتاعه الدم. بص يا سيدي، انت عندك البلاد زي ما اتفقنا قلنا عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن خلايا، وبعد كده قلنا عباره عن بلازما، تمام كده. قال لك البلازما يمكن دي مشهوره وخدتها في الفسيولوجي قبل كده، ان البلازما يا شباب من البلاد بتمثل 55%. طيب يبقى معنى كده ان الخلايا هتمثل كام؟ النسبه الباقيه 45%، تمام. طب الخلايا عندنا انواع، قال لك في عندنا ثلاث حاجات، في عندنا RBCs، في عندك WBCs، في عندك ايه؟ في عندك بليتلت، تمام كده؟ تمام. قال لك والله بالنسبه للار بي سيز طبعا هي اللي موجوده بنسبه كبيره جدا، هي احنا قلنا الخلايا كلها كام؟ 45%. قال لك 44% من ال 45 دول قال لك عباره عن ار بي سيز، وال 1% الباقيين هو عباره عن ايه؟ عباره عن دبليو بي سيز مع بليتلت، تمام كده يا شباب؟ تمام، ده كده بالنسبه للنسب بتاعت ايه؟ بتاعت الخلايا. طيب بعد كده تعالى احنا المفروض بقى هندرس ايه؟ احنا المفروض هندرس الار بي سيز النهارده ان شاء الله، والدبليو بي سيز طبعا هندرس الار بي سيز بالتفصيل كهيستولوجي، كذلك الدبليو بي سيز، بس الدبليو بي سيز مش هناخدها بالتفصيل، احنا هناخد بس المسميات والتقسيمه بتاعتها، لان انت المفروض الخلايا الدم البيضاء انت بتدرسها تبع المناعه، تمام؟ تمام، والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على البليتلت، تمام؟ طيب حلو، تعالى دلوقتي بقى نتكلم على ايه؟ اول نوع من الخلايا معانا اللي هو زي ما اتفقنا الريد بلاد سيلز اللي اختصارها ار بي سيز، وليها اسم ثاني وده اسم مهم اسمها الاريثروسايت. كلمه اريثرو باللاتيني معناها حمراء او ريد، وسايت يعني خليه، تمام كده؟ فهي ترجمتها باللاتينيه اسمها اريثروسايت، تمام كده؟ حلو. طيب شكلها عامل ازاي؟ تعالى بص يا سيدي، بص على الصوره اللي معانا دي. بص يا شباب، ادي ده شكل الاريثروسايت. لو ركزت معايا شويه كده هتلاقي ان الاريثروسايت دي عباره عن ايه؟ والله هي عباره عن حاجه كده شبه الجنيه، شبه القرصه، تمام كده، او شبه الجنيه، خلينا نقول شبه الجنيه، يعني شبه العمله المعدنيه. فهي عباره عن ديسك، تمام؟ طيب مدور طبعا، يبقى بنقول راوندد ديسك، راوندد ديسك، تمام كده؟ طيب لو ركزت انت بقى هتلاقي ان الديسك ده يا شباب في النص كده، شايفين المنطقه اللي في النص ده ايه؟ تمام؟ وكذلك الناحيه الثانيه من على السطح الثاني، تمام؟ بتلاقيها عامله نفس الشكل ده. فقال لك والله الشكل ده لو جيت توصفها هتقول لي ايه؟ هتقول لي والله يا دكتور ده مقعره نازله لتحت كده، فبتعمل ايه؟ بتبقى كونكيف، الوصف ده كونكيف. طب هي مقعره من هنا ومقعره كمان من الناحيه الثانيه، فبنقول عليها باي كونكيف ديسك، بنقول عليها ايه؟ باي كونكيف ديسك، لانها مقعره من اليمتين، تمام كده يا شباب؟ حلو. طب واحد هيسالني سؤال هيقول لي والله طب ليه يا دكتور مقعره؟ طب ليه ما تكونش عامله فعلا مسطحه كده شبه الجنيه فعلا؟ تمام، هقول لك والله لان الار بي سيز دي وظيفتها ايه يا شباب؟ وظيفتها انها بتعمل جاز اكستشينج، يعني بتشيل الغازات، بتشيل الاكسجين توديه للانسجه، وبتشيل ثاني اكسيد الكربون توديه للرئه عشان تخرجه بره الجسم. طيب يبقى اذا هي وظيفتها ايه؟ جاز اكستشينج، تمام كده؟ طيب دلوقتي قال لك والله الار بي سيز دي ناصحه، بتحب تساعد نفسها، بتحب تختصر وبتشغل دماغها، تمام؟ طب يعني هتشغل دماغها ازاي؟ قال لك والله دلوقتي انا طالما وظيفه الجاز اكستشينج فانا عايز ازود مساحه السطح عشان يشيل كميه كبيره، تمام؟ ما افضلش راحه جايه كده بكميات صغيره، تمام كده يا شباب؟ يبقى اذا وظيفه البايكون كيف ديسك يا شباب انها تعمل ايه؟ زياده في السيرفس اريا، انها تزود مساحه السطح، تزود السيرفس اريا عشان ايه؟ عشان تزود الجاز اكستشينج. حلو كده؟ تمام، جميل قوي، تمام كده يا شباب؟ ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للشكل بتاع الار بي سيز. طيب لو رجعنا بقى للكلام هتلاقي نفس الكلام، هو بيقول لك راوندد باي كونكيف ديسك عشان يزود مساحه السطح، عشان يعمل الجاز اكستشينج، تمام. طيب قال لك دلوقتي، طب في معلومه بقى ثانيه مهمه جدا، هتقول لي والله يا دكتور انا بما ان انا شفت لسه شايف دلوقتي شكل الار بي سيز، وانا عارف ان الار بي سيز بتمشي جوه ايه؟ جوه الاوعيه الدمويه، فادي ده مثلا بلاد فيزل اهو. طبعا الاوعيه الدمويه ونفترض الارتريز يا شباب بتتفرع، وطبعا الفينز كذلك بيبقى فيه بدايتها بتبقى عباره عن فينيول. المهم ان احنا عندنا حاجه صغيره جدا من الاوعيه الدمويه اسمها ايه؟ اسمها الكابيلاري،
صح كده يا شباب؟ في احنا عندنا حاجه اسمها الكابيلاريز. تمام، واحد هيشغل دماغه زي ما هو مشغله لسه من شويه، هيقول لي والله طب دلوقتي يا دكتور الدم ده، كرات الدم الحمراء دي تمام، مش ممكن وهي بتعدي جوه الاوعيه الدمويه الصغيره جدا دي تتحشر او تسدها؟ ايوه ده كلام منطقي، بس هل ربنا هل ده بيحصل؟ لا. يبقى معنى كده ان ربنا خلق لك الار بي سيز دي بصفات معينه تمكنها او تخليها تقدر تعدي من الكابيلاريز الصغيره جدا دي من غير ما تتحشر جواها. ايه هي الصفات دي؟ صفتين في غايه الاهميه تحفظهم زي اسمك، انها بتكون سوفت اند بلاستيك. كلمه سوفت اند كلمه بلاستيك دي معناها يا شباب انها والله تقدر تغير من الشكل بتاعها عشان تقدر تعدي منين؟ تقدر تعدي من الاوعيه الدمويه الصغيره. تمام كده؟ يبقى اذا يا شباب هي تاني بتبقى سوفت اند بلاستيك، حتى ان شاء الله قدام هتلاقيها بنقول عليها بلاستيك نوت الاستيك، يعني ده كلمه مشهوره كده هناخدها قدام يعني. تمام، من صفات الار بي سيز انها بتبقى بلاستيك. تمام، تقدر تغير من الشكل بتاعها، اند كان تشينج زير شيب، تغير من الشكل بتاعها عشان تقدر تعدي يا شباب باص رو السمول كابيلاريز. تمام، من غير ما تتحشر ومن غير ما تسدهم. تمام، حلو قوي ده كده بالنسبه لشكل الار بي سيز. طيب بما ان انت قلت لي من شويه، انا وصفتها لك، قلت لك انها بتبقى شكل الجني كده. طبعا الوصف ده مش اي كلام، انا بوصفها لك شبه الجني. ليه؟ المفروض يا شباب انا لسه قايل لك من شويه ان الار بي سيز دي بتجري مع الدم، معنى كده انها طول ما الدم بيلف هي بتلف معاه، طبيعي ان الدم اصلا على طول بيلف، الدم ما بيقفش. تمام كده؟ تمام، الا في حالات يعني بيبقى في الحالات المرضيه او في حاجه مش طبيعيه ان الدم يقف. تمام كده؟ تمام، لو الدم فضل واقف في مكانه بنقول عليه استاجننت بلاد، بنقول عليه ايه؟ استاجننت بلاد، يعني دم راكد. راكد يعني واقف مكانه، راكد يعني ايه؟ يعني واقف مكانه. طبعا لما الدم يبقى واقف مكانه تقوم الار بي سيز يا شباب تتصاحب على بعضها، تتصاحب على بعضها يعني ايه؟ يعني يمسكوا ببعض. يقوم تخيل بقى انا وصفت لك شكل الجنيه، فتخيل بقى كل واحده شبه الجنيه كده، جنيه فوق جنيه فوق جنيه فوق جنيه فوق جنيه كده، يعملوا زي ايه يا شباب؟ شفت لما تيجي تعد الحصاله، لما تفك الحصاله كده ويبقى معاك عملات معدنيه كتيره فترصهم فوق بعض كده، هو نفس الفكره كده. تمام، فيبقى اذا الشكل ده او بنقول عليه الستاجد كوينز، استاجد كوينز يعني كانها عملات معدنيه فوق بعضها. الشكل ده او العمليه دي او الخطوه دي الظاهره دي بنقول عليها رولو فورميشن، بنقول عليه ايه؟ رولو فورميشن. يبقى تاني يا شباب يعني ايه رولو فورميشن؟ قال لك ان الار بي سيز في الدم الراكد تتصاحب على بعضها، تمسك في بعضها وادهير توجذر في الاستجننت بلاد، بسبب ايه؟ بسبب السيرفيس تنشن بتاعها، بسبب حاجه اسمها السيرف استنشن. ده احنا ندرسها ان شاء الله في الفسيولوجي يعني، ده بيخلي الار بي سيز تتشد لبعضها. تمام كده؟ تقوم تلزق في بعض، تقوم تتراكم او تترص فوق بعضها كده يا شباب، تقوم تعمل ايه؟ الاستاجد ايه؟ الاستاجد كوينز ارينجمنت اللي احنا بنقول عليه ده. تمام كده؟ طيب تعالى اوريها لك برده عشان تستوعبها اكتر. بص يا سيدي، شايف الصوره اللي قدامنا دي بذمتك ما انتش واخد بالك؟ شايف اهو، تحس ان جناهات فوق بعضها، جناهات فوق بعضها. تمام كده؟ شايفين؟ طبعا ده ليه؟ ده دليل ان شايفين الار بي سي طبعا ايه المفروض انها كانت بتجري مع الدم. لما الدم وقف في مكانه كله تحس ان هم ريحوا كده، قالك طب لما ناخد بريك بقى ونستريح كده، يقوم يتصاحبوا على بعض. وطبعا اللي بيخليهم يتصاحبوا على بعض مين؟ السيرفيس تنشن. تمام كده؟ تمام. طب يعملوا الشكل اللي قدامنا ده، وطبعا شكله على البلاد فيلم اهو يا شباب، شايفين اهو ده الريلو فورميشن اهو، وادي واحد فوق اهو، وادي واحد كمان اهو، وفي طبعا في حاجات صغيره ايه. تمام تمام، ده البلاط في المليان رولو فورميشن اهو. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه ليه معنى كلمه رولو فورميشن. وخد بالك عشان بتيجي في الامتحان سواء ام سي كيو او بيجي لك كمان كديفينيشن. تمام كده؟ حلو قوي. طيب دلوقتي تعالى بقى نتكلم على ايه، ندخل تاني نكمل مواصفات الار بي سيز. طبعا ده الصوره برده بتوضح لك الرولو فورميشن، وتوضح لك شكل الار بي سيز باي كونكيف ديسك، وزي ما اتمنى الرولو فورميشن شايفين الستاجد ايه؟ ستاجد كوينز كده. تمام كده؟ طيب تعالى نتكلم دلوقتي نكمل بقيه المواصفات بتاعه الار بي سيز. بالنسبه للسايز، قال لك السايز بتاع الار بي سيز طبعا احنا قلنا من شويه انها ديسك يعني مدوره، فبالتالي الدايمتر او القطر بتاعها بيتراوح ما بين من 6 ل 9. بس طبعا احنا عايزين ناخد افريج يعني متوسط. متوسط الطول يعني ايه؟ معظمهم بيبقى كام؟ معظمهم بيبقى 7.5 مايكرون. وخد بالك من الوحده عشان بيلعب بيها في الام سي كيو. تمام، هي 7.5 مايكرون. طب انا ليه خدت المتوسط؟ عشان احنا هنقارنها كمان شويه بنوع كده من الخلايا، هناخده كمان شويه هنذكر اسمه يعني، وهنقارن ما بين حجمه وحجم الار بي سيز. تمام، فخليك فاكر الرقم ده كويس جدا، وكمان بيجي في الام سي كيو برده. تمام، طب هل حجم الار بي سيز بيفيدني وانا ابقى مهتم بيه؟ ايوه. ليه؟ لان احنا هنربطه بعد كده يا شباب بانواع الانيميا. يعني المفروض كده ده كده بنقول عليه لو الخليه في الحجم الطبيعي بتاعها بنقول عليها نورموسيتك. نورموسيتك يعني الخليه الطبيعيه، حجمها الطبيعي. تمام، في انواع من الانيميا الخليه بيبقى ايه، خليه الار بي سيز بيبقى حجمها اقل من الطبيعي، فبنقول عليها مايكروسيتك، ان ايه عدد الار بي سيز والحجم بتاعها يعني بيختلف. تمام كده؟ تمام، وكذلك في حاجه اسمها ماكروسيتك. فخليك فاكر السايز والنمبر ده مهم جدا. تمام كده؟ طيب بعد كده بالنسبه للكلر، قال لك الكلر بالنسبه للون، هي المفروض من اسمها ار بي سيز يعني لونها احمر. تمام، ده كلام منطقي. طب ايه سبب
اللي يخلي الار بي سي لونها احمر؟ اكيد في حاجه جواها هي اللي مخليها لونها احمر. قال لك طبعا الهيموجلوبين. قال لك الهيموجلوبين ده يا شباب المفروض ان شاء الله هناخد التركيب بتاعه كمان كام اسبوع كده، هناخد التركيب بتاعه المفروض من اسمه، اسمه هيموجلوبين. هيموجلوبين يبقى هو عباره عن مادتين، حاجه اسمها هيم زائد حاجه اسمها جلوبين. تمام كده. الجلوبين ده عباره عن بروتين عادي جدا مفيش اي مشكله منه. تمام. الهيم بقى ده يا شباب هو اللي ماده هنبقى نعرف ازاي بتتكون وازاي بتتصنع، وبيبقى داخل في تركيبها حاجه اسمها اللي بيبقى داخل في تركيبها الحديد. حتى مشهور قوي ان الناس اللي بيبقى عندها انيميا بنديهم محاليل حديد، بنعلق لهم حديد او بنديهم حديد عشان يعوض الانيميا. ليه؟ لان الانيميا دي يا شباب معناها ايه؟ معناها ان الشخص ده بيبقى عنده هيموجلوبين قليل، الهيموجلوبين بتاعه قليل، فانا بدي له حديد عشان يصنع ايه؟ يصنع هيم، والهيم يمسك في الجلوبين يوم يصنع هيموجلوبين يوم ايه الانيميا تروح. تمام كده. تمام. فالهيموجلوبين بقى والهيم ده يا شباب هو المسؤول عن الريد كولر بتاع مين؟ بتاع الار بي سيز. تمام كده. تمام حلو قوي. طيب بعد كده قال لك طب المفروض اللون بقى بيبقى ايه اللون الحقيقي؟ قال لك والله انت المفروض احنا طبعا بنطلع الار بي سيز ده يا شباب ونحطها على شريحه زي ما اتفقنا، او بنعمل منها بلاد فيل، والمفروض بنبص عليها بالميكروسكوب. طب افرض طبعا انت لما بتبص عليها بالميكروسكوب يا اما بتسبخها يا اما ما بتسبخهاش. قال لك والله في حاله لو انت ما سبختهاش وجيت تبص عليها كده من غير ما بخه، قالك بتلاقي ان الار بي سيز لونها بيبقى ايه يا شباب؟ قالك لونها بيبقى جرينش يلو، يعني لون اصفر مخضر كده. تمام. تمام. طب افرض انا سبختها، قالك لو سبختها في الحاله دي هيبقى لونها دي بينك، لون وردي غامق قوي، يعني ممكن تلاقيه مدي على احمر كده. تمام. بسبب الهيموجلوبين اللي جواه. تمام كده. طيب ده كده بالنسبه ليه يا شباب؟ بالنسبه للكلر، عشان لو جالك مثلا في الامتحان وقال لك مثلا الترا قول لي الكلر بتاع الار بي سيز، ما تكتبلوش ان لونها احمر وخلاص، لا تقول له والله ان لونها احمر بسبب الهيموجلوبين اللي جواها، بس انا لما بعمل بلاد فيلم واجي ابص عليها بالميكروسكوب لو ما سبختهاش هلاقي ان لونها جرينيش يلو، لو سبختها هلاقي ان لونها ديب بينك. خد بالك عشان بتيجي في الام سي كيو، وكمان لو جات لك الترا تكتب بنفس الصيغه اللي انا قلتها لك. طيب ماشي. دلوقتي طيب دلوقتي الشباب قال لك والله بما ان الهيموجلوبين هو اللي مسؤول عن اللون بتاع الار بي سيز، تخيل معايا لو الهيموجلوبين ده هيقل او لو قل. تمام. احنا اتفقنا لما الهيموجلوبين يقل ده معناه ايه؟ ان دي حاجه اسمها انيميا. تمام. تمام. طب يبقى اذا والله قال لك ولنفترض ان الهيموجلوبين ده طالما هو موجود بالكميات الطبيعيه بتاعته طبيعي ان اللون بتاع الار بي سيز هيبقى طبيعي. طب لو هو قل اللون بتاع الار بي سيز هيختلف. تمام كده. تمام. وبالتالي يا شباب بيقول لك لما الار بي سيز يبقى عندها النورمال هيموجلوبين، يعني الكميه الطبيعيه من الهيموجلوبين، يعني شخص ما عندوش انيميا ولا عنده اي حاجه، في الحاله دي الخليه يا شباب مش طبيعي ان اللون بتاعها هيبقى طبيعي؟ ايوه هيبقى عندها النورمال كلر. طب كلمه نورمال كلر دي معناها ايه؟ بنقول عليها نورموكروميك. بنقول عليها ايه؟ نورموكروميك. طب يعني ايه نورموكروميك؟ كلمه نورمو جايه من كلمه نورمال، واكروميك يا شباب اول ما تسمع كلمه كروميك كروماتيك، اول ما تسمع الكلمه دي معناها باللاتيني كلر. تمام كده. يبقى كلمه نورموكروميك معناها نورمال كلر. طب النورمال كلر دي جه بسبب ايه؟ بسبب ان احنا عندنا نورمال هيموجلوبين كونتنت، كميه الهيموجلوبين طبيعيه. تمام كده يا شباب. حلو قوي. طب تعالى دلوقتي ندخل على النمبر العدد. قال لك والله المفروض يا شباب انت لما تيجي تتكلم على العدد ما تقوليش رقم وتسكت. ليه؟ لان انت كده هتبقى مش فاهم. لان دلوقتي قال لك والله انت انا كشخص ميل تختلف عن الفيميل. ليه بقى؟ قال لك والله عندك الميل مثلا بيبقى عنده الهرمونات الذكوريه او الهرمونات الذكريه، يعني اللي هي الاندروجين. تمام كده. الاندروجين يا شباب زي التستوستيرون مثلا على سبيل المثال، الحاجات دي بتعمل استيميليشن للبول مارو وبتخليه يصنع ار بي سيز بكميات كبيره. تمام. تمام. يبقى اذا اول سبب منطقي يخلي لك ان الميل الراجل بيبقى عنده ار بي سيز اعلى من الفيميل. طب في سبب كمان؟ ايوه السبب المرض عند الفيميل. قال لك الفيميل يا شباب طبعا بيحصل لها فتره الطمس او المينستيوريشن. تمام كده. فالمينستيوريشن دي بيحصل نزيف وبتفقد كميه من الدم، وبالتالي بتفقد كميه كبيره من الار بي سيز، وطبيعي ان انت كده لما تيجي تحط لي السببين دول قصاد بعض، فطبيعي ان الميل هيبقى عنده عدد من الار بي سيز اكبر من مين؟ اكبر من الفيميل. طب الافريج كام؟ طبعا احنا المفروض يا شباب عندنا في الطب يعني ما فيش ارقام كده بعينها، ولكن احنا بنتكلم على الافريج، فهتلاقينا دايما بتكلم على ايه؟ الافريج. تمام كده. قال لك الافريج في الميل كام؟ قال لك 5.5 مليون. خد بالك من الوحده، مليون لكل متر ملي متر مكعب. تمام كده. طب بالنسبه للفيميل قال لك الافريج بتاعها 4.5 مليون لكل ملي متر مكعب، يعني الفرق كام؟ الفرق مليون من الاخر. تمام. الميل 5.5، الفيميل 4.5. تمام كده. حلو قوي. طيب تعالى دلوقتي نتكلم على ايه؟ نتكلم على اللايف سبان. يعني ايه اللايف سبان؟ قال لك والله يعني عمر الخليه دي عامل ازاي يا شباب؟ ايه ده؟ هو الار بي سيز بتموت؟ ايوه كل حاجه يا شباب لها عمر افتراضي. تمام؟ يعني بتعيش فتره معينه تأدي الوظيفه بتاعتها وتطلع على المعاش. تمام؟ طيب قال لك زيها مين؟ زي الار بي سيز. الار بي سيز والله بتروح المفروض انها بتتصنع، الار بي سيز اللي عندك دلوقتي كل 120 يوم، يعني كل 4 شهور بتتغير. تمام كده. كل 120 يوم اهو
اي ما يعادل، عشان لو جات لك في الام سي كيو اي ما يعادل 4 شهور تمام كده، قال لك الار بي سيز خلاص بتطلع على المعاش. يعني ايه بتطلع على المعاش؟ تقول لك والله يا عم كده انا اشتغلت وعملت اللي عليا خلاص. يبتدي يا شباب الار بي سيز دي نقول عليها اولد ار بي سيز، خلاص بقت معجزه او عجوزه تمام، ما تقدرش تشتغل زي الاول، محتاجين نصنع ار بي سيز جديده عشان تقدر تشتغل، والاولد ار بي سيز دي نتخلص منها تمام. طب هتتخلص منها ازاي؟ قال لك بيحصل لها ريموفال او بيحصل لها فاجوسايتوزس بالماكروفاج. طب اشمعنى؟ واحد يفكر معايا كده دلوقتي، الار بي سيز دي يا شباب عندها كميه كبيره جدا من الهيموجلوبين، والهيموجلوبين ده عباره زي ما قلنا من شويه عباره عن هيم في حديد، والحديد ده حاجه مهمه جدا، وعباره عن جلوبين اللي هو عباره عن بروتينات. فبالنسبه لي الحاجات دي يا شباب انا ممكن استغلها تاني، ما ينفعش ارميها كده في الزباله، انا كده ابقى مبذر تمام. لازم اخد الحديد ده واخد الجلوبين والحاجات دي، اخد اعمل لها ايه، ابعتها تاني للبون مارو او نخاع العظام للمصنع يعني، ويعمل لها اعاده تدوير، يعمل لها ريسايكلينج تمام كده يا شباب. فهي دي الفكره، ان انت كل 120 يوم تاخد الار بي سيز القديمه، تاخدها تكسرها وتطلع منها الحاجات اللي هي كانت بتتكون منها، توديها تاني للمصنع عشان المصنع يستخدمها تاني ويكون ار بي سيز جديده تمام. الموضوع ده بيحصل كل امتى؟ كل 120 يوم. طب دلوقتي تكسير الار بي سيز بقى، المكان اللي بتتكسر فيه الار بي سيز قال لك مين؟ قال لك بتتكسر في مكانين مهمين جدا، السبلين اللي هو الطحال، والبون مار اللي هو نخاع العظام. يعني نخاع العظام هو مصنع بيصنع ار بي سيز، وكمان بيتكسر جواه ار بي سيز عشان ياخد منها المحتويات بتاعتها وكمان يصنع منها ار بي سيز جديده. وكذلك السبلين، السبلين بيكسر ار بي سيز وياخد المحتويات بتاعتها ويبعتها للبون مار عشان البون مار يعمل ايه؟ يصنع ار بي سيز جديده. فهمنا الفكره يا شباب؟ حلو قوي. طب تعالى دلوقتي بقى بالنسبه للاستراكشر، قال لك والله لو جينا نبص كده يا شباب على الصوره اللي قدامنا دي، لو جيت تبص على الاستراكشر بتاع الار بي سيز هتلاقي ان الار بي سيز دي يا شباب لو جيت تبص عليها فين النواه؟ مفيش نواه. فاذا بنقول على اول كلمه لازم تقولها في الاستراكشر بتاع الار بي سيز انها نون نيوكليتد. نون ايه؟ نون نيوكليتد سيل تمام كده. تمام، عشان كده اصلا المفروض لو انت لو واحد مثلا بيدقق في الكلام وجيت تقول قدامه ار بي سيز او خلايا الدم الحمراء يقول لك انت بتتكلم غلط، لان الار بي سيز اصلا مش خلايا، احنا بنقول عليها سيلز كده مجازة تمام كده. المفروض ايه اصلا يا شباب؟ الخليه شرط انها تكون خليه ان يكون عندها نواه. طيب بما ان دي ما عندهاش نواه فاحنا بنقول عليها انها نون نيوكليتد، فبنحط ما بين قوسين كده انها نوت ترو سيل، يعني دي مش خليه حقيقيه بمعنى الكلمه. ليه يا شباب؟ لانها ما عندهاش نواه، وكمان كمان ما عندهاش اورجانيل، نو اورجانيلز. يبقى لا عندها نواه ولا عندها عضيات، امال عباره عن ايه؟ قال لك ما هي الا عباره عن سيل وول او اسف سيل ممبرين، سيل ممبرين يا شباب بيكون محوط كميه من السيتوبلازم. طب السيتوبلازم ده ما فيهوش اورجانيل، امال هيكون فيه ايه؟ قال لك عباره عن سيل انكلوجن. سيل انكلوجن طبعا اخذناها في الهيستولوجي اهمها على الاطلاق، واللي موجود طبعا بكميه كبيره جدا، وهو الاساسي هو مين؟ الهيموجلوبين تمام كده يا شباب. يبقى اذا الاستراكشر بتاع الار بي سيز عباره عن ايه؟ سيل ممبرين محوط مين؟ محوط سيتوبلازم مليان بالهيموجلوبين. هل في نواه؟ لا مفيش نواه. هل في اورجانيل؟ لا مفيش اورجانيل. يبقى اذا ده السبب اللي بيخلينا اقول عليها ايه؟ نوت ترو سيل تمام كده. تمام، حلو قوي. ده كده بالنسبه للاستراكشر بتاعها. طيب او لو جيت تقرا هيقول لك انها والله ان الار بي سيز دي نوت ترو سيل، مش خلايا حقيقيه لان ما عندهاش نواه ولا عندها اورجانيل. امال السيتوبلازم بتاعها بيبقى فيه ايه يا شباب؟ قال لك بيبقى موجود فيه مينلي الهيموجلوبين اللي بيصنف كايه، مش الا واحد يقول لي ان الهيموجلوبين ده سيل اورجانيل، لا الهيموجلوبين ده عباره عن سيل انكلوجن تمام كده. طبعا متحوط بايه؟ متحوط بالسيل ممبرين عادي جدا. طيب ماشي، دلوقتي بقى يا شباب ننقل على مصطلح جديد اول مره ناخدوه او اول مره تسمعوه، وده مهم جدا تعرفه. ليه بقى؟ بص يا سيدي، انت دلوقتي المفروض ان احنا ان شاء الله قدام هناخد ايه؟ هناخد الستيجز او مراحل تكوين الار بي سيز. ما الار بي سيز دي يا شباب اتصنعت في البون مارو، البون مارو ده بيبقى عنده المواد الخام او الستيم سيل اللي المفروض بيصنع منها الار بي سيز، والستيم سيل دي بتمر بمراحل. يعني تلاقي مثلا يحصل لها تغير معين فيبقى اسمها كذا، يحصل لها تغير معين فيبقى اسمها كذا، يحصل لها تغير معين فيبقى اسمها كذا تمام، لحد ما توصل لمين؟ لحد ما توصل في النهايه الى الار بي سيز. يبقى انت بتبدا من اول الستيم سيل كده لحد ما توصل لمين؟ للار بي سيز تمام كده. تمام، قال لك المرحله اللي قبل الار بي سيز على طول مرحله اسمها خلايا اسمها الريتيكولوسايت. خلايا اسمها ايه؟ الريتيكولوسايت. يبقى دي الخليه اللي بتبقى بص دي اللي ايه بنقول عليها اماتيور اريثروسايت. اماتيور يعني ايه يا شباب؟ يعني لسه ما بقتش ناضجه كفايه. يعني معنى كده ان الريتيكولوسايت دي لما بيحصل لها فول ماتيوريشن، يحصل لها فول ماتيوريشن، تقوم تتحول الى ايه؟ تتحول الى ار بي سيز. طب انا ليه بقول عليها اماتيور اريثروسايت؟ قال لك لان المفروض الاريثروسايت الماتيور الطبيعيه الناضجه اللي تقدر تادي الوظيفه بتاعتها ما عندهاش نواه وما عندهاش اورجانيل. طب دي ليه بنقول عليها اماتيور؟ قال لك لان الريتيكولوسايت بالرغم ان هي ما عندهاش نواه ولكن عندها بعض الاورجانيل. بعض الايه؟ بعض الاورجانيل. زي مين؟ قال لك زي فري ريبوسومز،
فري ريبوسومز وشويه ميتوكوندريا صغيرين فيو ميتوكوندريا. وركز على كلمه فيو ده يا شباب عشان بيلعب بقى في الاختيارات وبيجيب لك في الام سي كيو يقول لك فيو ميتوكوندريا ولا ميني ميتوكوندريا، فتبقى واخد بالك ان هي فيو ميتوكوندريا وفري ريبوسوم. حلو قوي. طب انا دلوقتي اصلا الريتيكولوسايد دي يا شباب انا ليه باخدها دلوقتي؟ قال لك لان احنا المفروض بندرس البلاد فيلم. البلاد فيلم يعني ايه؟ الدم. طب هو اصلا الريتيكولوسايد دي هل هيبقى طبيعي انها تبقى موجوده في الدم؟ بص هقول لك، تعال نضرب مثال بسيط. تخيل معانا لو مصنع يا شباب بيصنع هدوم او بيصنع قمصان، المصنع ده لو مثلا كل يوم بيصنع 100 قميص، هل طبيعي يا شباب او منطقي يعني ان المصنع ده يبقى بيرفكت يعني 100% ان هو بيطلع المنتجات بتاعته كلها 100%؟ قال لك لا، يعني وارد مثلا من ال 100 قميص ده، من ال 100 قميص يطلع ايه؟ يطلع قميص واحد مثلا فيه زرار مقطوع، فيه لياقه مش مظبوطه كده، يعني حاجه لسه ما حصلهاش، ما اكتملش التصنيع بتاعها. تمام كده؟ تمام. طيب ده دي حاجه مقبوله، حاجه يعني ايه، ما نقدرش نلوم المصنع عليه، نسبه خطا مقبوله. تمام. قال لك كذلك نفس الفكره، المصنع بتاعنا اللي هو البون مارو لو بيصنع مثلا 100 ار بي سيز، من كل واحده مثلا بيطلع واحده يا شباب واحده ما حصلهاش ماتيوريشن كفايه. طبعا طالما ما حصلهاش ماتيوريشن كفايه يعني ايه؟ يعني لسه باقي عندها شويه اورجانيل زي فري ريبوسوم، شويه ميتوكوندريا صغيرين، فدي بنقول عليها ريتيكولوسايت. فاذا يا شباب نورمالي او طبيعي ومنطقي جدا، حاجه اكسبتد، ان يبقى والله نسبه الريتيكولوسايت دي 1% او اقل في الـ من التوتال نمبر بتاع الاريثروسايت اللي بتلف في الدم. تمام كده؟ يعني لو واحده مثلا من كل 100 عادي مقبوله مش هتفرق. تمام كده؟ هعديها مفيش مشكله. تمام. طيب افرض بقى زاد، امتى يزيد بقى يا شباب تصنيع الريتيكولوسايت عشان نفهمها برضو بالمناسبه، بما ان احنا لسه ضاربين مثال. قال لك والله نفترض مثلا شباب المصنع اللي كان بيصنع كل يوم 100 ده، تمام، هو كل يوم متعود على 100، فالعمال مركزين والدنيا تمام وعادي مفيش زحمه يعني مش متلخبطين ولا اي حاجه. بس جينا في يوم من الايام كده قال لك ايه، احنا بعتنا طلبيه للمصنع ده وقلنا له صنع لنا 1000 قميص. طب 1000 قميص ايه ده؟ تلاقي بقى العمال كلهم اتلخبطوا كده، وبدا يبقى في زحمه ومتوترين ومتسربعين كده ومستعجلين، فيقوم طبعا في عدد كبير جدا من القمصان يطلع ايه؟ معيوب او يطلع بايظ. تمام كده؟ فطبيعي يا شباب ان البون مارو لما يبقى مطلوب او جاي له طلبيه كبيره والمفروض ان هو يصنع ار بي سيز بكميات كبيره، طبيعي انه هيطلع ايه؟ هيطلع ريتيكولوسايد بكميات كبيره لسه ما حصلهاش فول ماتيوريشن. تمام كده؟ فيبقى اذا يا شباب في حالات هنقولها دلوقتي، هما 3 حالات. تمام؟ الثلاث حالات دول ممكن البون مارو يطلع عدد كبير من الاريثروسايت فيبقى نسبتها في الدم اكبر من 1%. تمام كده؟ ولما يبقى نسبتها اكبر من 1% معنى كده ان انت عندك معنى كده ان انت عندك ريتيكولوسايت بكميات كبيره. فالحاله دي بنوصفها عشان هتلاقي الاسم ده في الام سي كيو، اسمها ريتيكولو سايتوزيز. يعني ايه ريتيكولوسايتوزيز؟ يعني انت عندك ريتيكولوسايت بكميات كبيره اكبر من 1%. طب ايه هم الثلاث حالات دول؟ ثلاثه بحرف الاتش. قال لك في حالات الهيموريج اللي هو حالات البليدنج يا شباب، واحد بينزف، في حالات الهيموليسيز، في حالات ايه بقى؟ الهاي اتيتيود، اتيتيود اللي هو الناس اللي مثلا واحد متسلق جبال مثلا مرتفعات. تمام كده؟ اللي بيطلع على مستوى سطح الارض، طبعا انت كل ما تطلع على مستوى سطح الارض نسبه الاكسجين بتقل. قال لك في الثلاث حالات دول طبيعي ان انت مثلا في الهيموريج والهيموليسيز، الهيموريج ده معناه ان انت بتفقد في نزيف، بتفقد دم، طبعا بتفقد دم يعني بتفقد ار بي سيز، فطبيعي ان انت هتبعت للمصنع تقول له تصنع لنا بسرعه اللي احنا فقدنا ار بي سيز كتير، فيقوم المصنع يتلخبط او يبتدي يطلع نسبه اخطاء كبيره ويطلع لك ريتيكولوسايتوزيز. تمام كده؟ طب حالات الهيموليسيز، قال لك الهيموليسيز ده يا شباب معناه ايه؟ ان انت الار بي سيز بتتكسر جوه جسمك، انت ما بتفقدهاش عن طريق النزيف، انما انت هي بتتكسر جوه جسمك زي في حالات اسمها الهيموليتيك انيميا. تمام؟ زي مرض الملاريا مثلا. تمام كده؟ تمام. فبطبيعي طالما انت بتكسر ار بي سيز فيبقى اذا الفانكشننج ار بي سيز، يعني الار بي سيز الشغاله الطبيعيه عددها ايه؟ هيقل. فانت محتاج ان انت تزود العماله اللي هي الار بي سيز، فتبعت للبون مارو عشان يصنع لك اكتر، فطبعا برضو يحصل نفس الفكره. كذلك في الهاي اتيتيود يا شباب، انت المره دي بقى المشكله مش في الار بي سيز، انت المشكله ان كميه الاكسجين قليله، فانت بالتالي محتاج ان انت تصنع كميه ار بي سيز كتيره يعني كوسيله ان انت ايه؟ تحصل على اكبر كميه كوسيله ان انت تحصل على اكبر كميه من الار بي سي من الاكسجين عشان تكفي جسمك. تمام كده؟ تمام. طيب ده كده الثلاث حالات يا شباب اللي ممكن المصنع يبتدي ان هو يتزحم ويحصل لخبطه ويصنع ريتيكولوسايت بكميات كبيره، ويقوم يحصل حاله اسمها ريتيكولوسايتوزيس، ويبقى نسبه الريتيكولوسايت اكبر من 1%. تمام. طيب تعالى دلوقتي بقى نتكلم على شكل الريتيكولوسايت. تعالى نوصفها الاول. قال لك والله احنا دلوقتي هفسر لك اصلا معنى كلمه ريتيكولوسايت وليه سميناها كده. دلوقتي قال لك السايز الدايمتر بتاعها يا شباب 8 مايكرون. احنا لسه قايلين من شويه ان
الار بي سيز اللي هي الفول ماتيور تمام اللي هي الناضجه بقى قال لك كنا قايلين من شويه انها كام 7.5 مايكرون. ويبقى اذا لو جيت تقارن ما بينهم يبقى طبيعي ان الريتيكولوسايت دي يا شباب بتبقى اكبر من الار بي سيز تمام كده تمام. يبقى اذا هي سلايتلي لارجر اكبر طبعا بنص مايكرون فهي حاجه بسيطه جدا slightly larger than immature erythrocyte اللي هي الار بي سيز الماتيور. طب قلنا من شويه ان الريتيكولوسايت دي في وجه شبه ما بينها وما بين الار بي سيز ان هما الاثنين يا شباب نوت ترو سيل. يعني ايه نوت ترو سيل؟ يعني ما عندهاش نواه نو نيوكليار. ولكن في وجه اختلاف. ايه وجه الاختلاف؟ ان احنا قلنا ان الار بي سيز ما عندهاش اي اورجانيل انما الريتيكولوسايت يا شباب عندها بما انها لسه اصلا اماتيور فبيبقى لسه عندها شويه اورجانيل زي ايه؟ زي فري رايبوسوم زي فيو ميتوكوندريا. وركز على كلمه فيو ما تنساهاش تمام كده. طيب بعد كده قال لك طيب ماشي دلوقتي قالك الخلية دي جواها ايه؟ جواها شوية الريبوسومات. قالك لما بنيجي نصبغ الخلية دي يا شباب بصبغة معينة اسمها بريليانت كريزايل بلو. والصبغة دي بص انسى اسمك وما تنساهاش ده سؤال ام سي كيو جه في كل الامتحانات اللي قبل كده تقريبا. البريليانت كريزايل فيو دي الصبغه اللي بنصبغ منها مين؟ الريتيكولوسايتوزس. طب نوع الصبغه قال لك دي مش صبغه عاديه دي بتعتبر سوبرا فايتال ستين. سوبرا ايه؟ سوبرا فايتال ستين. طيب قال لك والله طب دلوقتي انا لما بصبغها ايه بشوف ايه؟ قال لك شايف انت الفيو رايبوسوم دي يا شباب بتعمل زي شبكه او زي فيو دوتس كده فيو بلو دوتس تمام او بيعمل بلو بلو ستاند نتورك تمام كده تمام. كلمه نتورك اصلا معناها بتساوي كلمه ريتيكولم. ما هو كلمه ريتيكولم معناها شبكه. طبعا ده السبب بقى اللي خلانا اسميها ايه؟ ريتيكولوسايتوزيس او ريتيكولوسايت ريتيكولو سايت تمام. يعني الخليه اللي بيبقى فيها شبكات. الشبكات دي عباره عن ايه يا شباب؟ الشبكات دي عباره عن الفري رايبوسوم لما صبغتها بمين؟ لما صبغتها بالصبغه اللي اسمها البريليانت كريزايل بلو تمام كده يا شباب. يبقى اذا مهم قوي اسم الصبغه تمام كده والشكل بتاع الحاجه اللي بتتصبغ بيها اللي هي الفري رايبوسوم بتعمل زي نتورك او بتعمل زي دوتس كده نقط صغيره كده يا شباب. وهوريكم صوره ليها دلوقتي اهو تمام. طيب بصوا اهي بص يا شباب اهو ده طبعا ده بلوت فيلم اهو مسبوغ بايه الصبغه دي يا شباب. صبغه لونها ازرق اهو دي اسمها بريليانت كريزايل فيو تمام كده كريزايل بلو. طب لو جيت تبص شايفين دي ريتيكولوسايت اهي شايفين اللي هو مشاور عليها ريتيكولوسايت. لو جيت تبص جواها هتلاقي ان في زي نقط كده او زي شبكات. الشبكات دي لونها ازرق عباره عن ايه؟ عباره عن فري رايبوسوم اتصبغت بالصبغه اللي اسمها بريليانت كريزايل بلو تمام كده تمام. طيب تعالى بعد كده طبعا زي ما اتفقنا بقى امتى يزيد النمبر بتاع الريتيكولوسايت في حاله اسمها الريتيكولوسايتوزيس يبقى نسبتها اكبر من 1% في حالات 3 اتش يا شباب هيموريدج وهاي اتيتيود وهيموليسيس. وفهمنا ليه ممكن يزيد تمام كده. طيب بعد كده يا شباب احنا كده خلصنا الار بي سيز تمام. طيب دلوقتي بقى تعالى ناخد تعريف بسيط كده هيستولوجي للدبليو بي سيز او كرات الدم البيضاء. احنا مش هنتكلم عنها بالتفصيل قوي لان انت اصلا المفروض ان انت درست كل واحده منهم بالتفصيل في المناعه او هتدرسها في المناعه. طيب قال لك دلوقتي الدبليو بي سيز اللي بتمثل 1% طبعا هي اسمها دبليو بي سيز دي يا شباب او اسمها الثاني باللاتينيه اسمها اللوكوسايت. وكلمه لوكو باللاتيني انها بيضه وانا ما اقصدش انها بيضه اللي هو اللون الابيض. انا اقصد بيضه يعني ايه؟ يعني انها كلرليس كلرليس مقارنه بالار بي سيز اللي احنا لسه قايلينها من شويه. يعني الار بي سيز اللي احنا لسه قايلينها من شويه قلنا انها لونها احمر بسبب وجود مين؟ الهيموجلوبين. قالك طب اللوكوسايت دي يا شباب هل عندها هيموجلوبين؟ قالك لا ما عندهاش هيموجلوبين فبنعتبر ان مالهاش لون. مالهاش لون يعني هنوصفها اقرب حاجه نقول عليها ايه؟ اللون الابيض تمام انها شفافه يعني. طيب يبقى ده السبب يا شباب ان اللوكوسايت بنقول عليها ايه؟ لوكوسايت لانها اصلا كلرليس يعني ما عندهاش هيموجلوبين فهو ده السبب اللي بنقول عليها وايت بلاد سيل. طيب هل اللوكوسايت دي هل برضه هي خلايا مش حقيقيه زي الار بي سيز؟ قالك لا دي خلية زيها زي اي خليه انت اخدتها في حياتك. يعني خليه بيبقى عندها النيوكلاس بتاعتها وكمان عندها الاورجانيل. ومش بس كده ده اصلا كل خليه من دول بتبقى مميزه باورجانيلز معينه طبقا للفانكشن بتاعتها تمام كده يا شباب. فهي تعتبر ترو سيل خلايا حقيقيه جدا يا شباب بيبقى عندها النيوكلاي بتاعتها وعندها السيل اورجانيل بتاعتها تمام تمام. طب بتتصنع فين؟ زيها زي الار بي سيز كلها كرات دم تمام كده. وكل خلايا الدم بتتصنع في المصنع بتاعنا اللي هو اسمه البون مارو. بس الار بي سيز بقى ايه؟ قال لك تخيل مثلا ادي عندنا مثلا ده شباب البون مارو تمام. البون مارو ده صنع الار بي سيز يبعتها لمين؟ طبعا بعد ما يصنعها هيبعتها لمين؟ للدم البلاد فيزل عشان تفضل تلف مع الدم. طبعا الار بي سيز دي عامله زي العساكر او زي الجنود تمام كده بيفضلوا يلفوا مع الدم لحد ما يلاقوا مكان مثلا فيه مشكله. هم بقى طبقا للمشكله اللي بتحصل نوع الار دبليو بي سيز اللي هيتصرف هو اللي ايه؟ على حسب يعني الحاجه اللي هتحصل تمام كده. بس ما علينا لو هنتكلم بصفه جنرال كده لو فرضنا مثلا ان ده نسيج اهو النسيج ده فيه مشكله قالك تفضل الدبليو بي سيز بتلف يا شباب مع البلاد لحد ما تلاقي مكان فيه مشكله يبتدي يحصل لها
انفلتريشن اند مايجريشن. يعني بقى يا شباب اول ما تلاقي مشكله تسيب الدم وتبتدي انها تهاجر وتطلع بره الاوعيه الدمويه وتروح تعمل انفلتريشن جوه النسيج اللي فيه مشكله. تمام. طبعا انفلتريشن مش جوه الخلايا انما انفلتريشن في النسيج ذات نفسه اللي هو اللوز كونكتيف تيشو. تمام كده يا شباب. يبقى دي رحله الار بي سيز بدايه من اول البون مارو ثم بعد كده البلاد فيزل. تمام كده. ثم بعد كده تسيب البلاد فيزل وتروح لمين؟ للتيشو اللي هو ايه اللي فيه المشكله. اه بيقول لك اورجينيت او بتتصنع في البون مارو بعد كده بتسيركيوليت في البلاد بعد كده بتمايجريت تهاجر وتسيب البلاد فيزل وتروح لمين؟ للوز كونكتيف تيشو عشان تعمل الوظيفه بتاعتها. تمام تمام. طبقا لايه؟ للمشكله اللي بتبقى موجوده هنا. طيب انا بنقسمها ازاي؟ قال لك والله بص يا شباب كل الار بي سيز بيبقى عندها نوع كده من الجرانيول اسمه النون سبيسيفيك جرانيول. تعال بص نتكلم عليها هنا. بص اه يبقى اذا كل الار بي سيز بيبقى عندها كده نوع معين من الجرانيول اسمه النون سبيسيفيك جرانيول. حتى من اسمه اسمه نون سبيسيفيك. ليه؟ لان هو مش مميز لنوع معين او مش مميز لخلايا معينه، هو موجود في كله فسميناه نون سبيسيفيك. تمام. طب في نوع مميز بقى اسمه سبيسيفيك جرانيول. اسمه ايه؟ سبيسيفيك جرانيول. قال لك السبيسيفيك جرانيول دي بتبقى موجوده في خلايا معينه، وبالتالي يا شباب قال لك انا هقسم الار بي سي الدبليو بي سيز تمام طبقا لوجود مين؟ طبقا لوجود السبيسيفيك. ما فيش حد بقى يقول لي نون سبيسيفيك، اصل النون سبيسيفيك موجوده في كله. تمام كده. تمام. حتى من اسمها نون سبيسيفيك لانها موجوده في كله، انما السبيسيفيك دي هي اللي بناء عليها هبتدي ان انا اقسم اللوكوسايت ده يا شباب الى مجموعتين كبار. المجموعه الاولانيه اسمها جرانيولوسايت، والمجموعه الثانيه اسمها اجرانيولوسايت. اجرانيولوسايت او بنقول عليها نون جرانيولوسايت او نون جرانيولوسايت. تمام كده. تمام. طيب قال لك الجرانيولوسايت ده مميزه بايه يا شباب؟ احنا اتفقنا سواء الجرانيولوسايت او النون جرانيولوسايت دول كلهم بينتموا للدبليو بي سيز وكلهم بيبقى جواهم نون سبيسيفيك جرانيول. حلو. طيب انا بقسمهم الى جرانيولوسايت اسمها جرانيولوسايت لانها عندها مين؟ عندها سبيسيفيك جرانيول. تمام. طب دي اسمها سميتها نون جرانيولوسايت ليه؟ لان ما عندهاش سبيسيفيك جرانيول، عندها نون سبيسيفيك فقط. تمام كده يا شباب. تمام. طب قال لك بناء عليه بقى هنرجع نمسك الجرانيولوسايت ده طبقا للسبيسيفيك جرانيول دي وطبقا للصبغه اللي هتتصبغ بيها. قال لك هنقسم الجرانيولوسايت ده الى ثلاث انواع. قال لك لو السبيسيفيك جرانيول دي كانت حامضيه فهيبقى عندنا نوع اسمه الايزينوفيلك او الايزينوفيل، كرات الدم البيضاء الحامضيه. تمام كده. وفي لو كانت اسيدو بيزوفيلك هنقول عليها بيزوفيل اللي هي كرات الدم القاعديه. تمام. ولو كانت متعدده نقول عليها نيوتروفيل. تمام. والنيوتروفيل ده لها اسم تاني يا شباب اسمها بوليمورف نيوكلير لوكوسايت. تمام كده. هناخدها في الباثولوجي يعني ان شاء الله. تمام. قال لي دي تقسيمه ايه يا شباب؟ دي تقسيمه ايه؟ الدبليو بي سيز. لو جيت تحت تقراها كده بص اهو بيقول لك والله ان احنا عندنا جرانيولار لوكوسايت او جرانيولوسايت دي السيتوبلازم بتاعها بيبقى فيه نوعين، النوع النون سبيسيفيك اللي اصلا موجود في كله والنوع المميز ليها اللي هو السبيسيفيك جرانيول. وبنرجع نقسمها تاني على حسب السبيسيفيك جرانيول ده يا شباب نقسمها لثلاث انواع على حسب ايه؟ على حسب الستيننج او على حسب الصبغه بتاعت السبيسيفيك جرانيول. فلو كانت السبيسيفيك جرانيول اتصبغت حامضي نقول عليها ايزينوفيل، لو اتصبغت قاعدي نقول عليها بيزوفيل، لو اتصبغت متعادل نقول عليها نيوتروفيل. تمام. والنيوتروفيل زي ما اتفقنا لا اسم تاني بوليمورف نيوكلير لوكوسايت. تمام كده. تمام. طب النوع التاني من اللوكوسايت قالك والله في اسمه النون جرانيولوسايت او الاجرانيولوسايت. قالك النون جرانيولوسايت او الاجرانيولوسايت دي ما عندهاش السبيسيفيك انما عندها النوع المشهور بتاع كل الناس بتاع كل الدبليو سيز اللي هو ايه؟ اللي هو النون سبيسيفيك. يبقى هي عندها نون سبيسيفيك فقط. تمام كده شباب. تمام. وعندنا مثالين للنون جرانيولوسايت، الليمفوسايت اللي في منها طبعا الخلايا البائيه البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت. تمام كده. الخلايا البائيه والخلايا التائيه. وفي عندنا نوع تاني اسمه المونوسايت، دي خلايا بلعاميه. تمام كده. تمام. ادي كده ده يا شباب بالنسبه لايه؟ بالنسبه لي الدبليو بي سيز. تمام كده. في صوره برضو لها التقسيمه بتاعتها لو عايزين تشوفوها اهو. يبقى دي الار بي سي شايفين احنا بنقسمها الى في عندنا جرانيولوسايت على حسب وجود السبيسيفيك جرانيول، ولو كانت متعدده نقول عليها نيتروفيل، لو حامضيه نقول عليها ايزينوفيل، لو قاعديه نقول عليها بيزوفيل. تمام كده. طب لو اجرانيولوسايت يعني ما عندهاش سبيسيفيك جرانيول انما عندها النون سبيسيفيك جرانيول العاديه اللي زي اللي موجوده في الجرانيولوسايت برضو، في عندنا مثالين الليمفوسايت اللي فيها منها مثالين البي والتي، وفي عندك المونوسايت. تمام كده. تمام. في معلومه بس عايز اقولها لك، شايفين البيزوفيل ده يا شباب عشان في سؤال ام سي كيو، البيزوفيل ده لو سالك البيزوفيل دي في الشكل شبه اهن نوع من الخلايا هتختار الماست سيل. الماست سيل لو فاكرين من الهيستولوجي كان الماست سيل والبيزوفيل الاثنين شبه بعض في الشكل. تمام كده. تمام. بسبب وجود عدد كبير جدا من الجرانيول، كذلك الماست سيل بيبقى موجود عدد كبير جدا من الجرانيول متعبيه بالهيستامين والمواد المختلفه اللي احنا خدناها قبل كده في الهيستولوجي. تمام كده. بس اهمها طبعا الهيستامين. تمام كده يا شباب. ده كده بالنسبه للار بي سيز مع الدبليو بي سيز. ان شاء الله في الفيديو الجاي نتكلم بقى على البليتليت. بالتوفيق ان شاء الله شباب، وربنا يوفقكم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك.